بعض الشباب يعرف أدق التفاصيل عن اللاعبين، والكثير منهم، الكثير من الشباب كاين واحد بعض التحديات هايدا، يقول لك مثلا زعما سولي صباط، يوروا له صباط يقول لهم هذا تاع فلان، يقول له هذا تاع فلان. واحد الشاب مره احد يعني هذا من المسلمين، احد اللاعبين هذو المعروفين، قال له اسالني اي امر في حياتك، اي امر تسقسيني عليه نجاوبك عليه. زعما تقول لي هذه الضربه، نقول لك ضربك جارك كنت صغير، وشكون قراني في الابتدائي، قراتك مدام كذا وكذا، كل شيء يجاوب. هذا المعرفه يا اخوان، عبك باش تقتدي بواحد واش لازم تعرفه. بالمعرفه تجيب لك الحب، لذلك ما كاش الاقتداء لانه ما كاش معرفه. لا نعرف نبينا صلى الله عليه وسلم في حياتنا، ما معنى السيره النبويه؟ السيره ما معنى السيره؟ جاء واحد يخطب بنتك، واش تسقسي؟ اسمه، واش يخدم، وين يسكن، هذه البلديات تعطيها لك، فاكتور تاع الحومه يقول لك هذه الحكايات، هادو هما اللي تمد بهم بنتك. هذا هو الخطر. بعد يجي يقول لك عندنا مشاكل، كيفاش تمد بنتك نتايا؟ الانسان في الاصل يبدا يبحث على السيره. هذا الانسان كاش عامل، انت الان راك في المسجد ما شاء الله نعمه، مبتسم وشيخ الله يبارك، سيرتك في البيت، من انت داخل البيت؟ شكون انت داخل الدار؟ اعطيني التليفون، اعطيني، ماشي تاع الصح، اعطيني التليفون. السلام عليكم الاخت، انت مرت فلان؟ او احكي لنا يا ودي، خلي البير بطاح كوبيكم لوبيلك. مشاكل حنا نعيشوهم، يعني نعيشو مشكل تاع انسان تكون تعرفو، تدخل الدار وتتفاجأ بذلك. فالسيرة النبوية هي ذلك التطبيق العملي للوحي، التطبيق العملي للوحي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله، يقول عدة أحاديث، يقول يتكلمون ينصحون عن الجار، ينصحون في التجارة أن نكون أمناء، ينصحون. جينا دخلنا الحياة تاع النبي صلى الله عليه وسلم، دخلنا لداره، لقيناه بلي أنجح زوج، أنجح أب، جيرانه أنجح جار، مع من جار؟ شكون جاره؟ يهودي، تسمى غير الطوب، غير المشاكل الكبار، ماشي عمي سليمان مع عمي الصادق يصلوا كيف وما يتهضروش. علاش؟ بقات واحد المرة جا الحليب ما قالوش بلي الحليب جا، زعف من تما واش يهضر معاه، وما يصلوا الصف الأول. كاش يهودي، يهودي، والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليه حتى أدخل ابنه إلى الإسلام. التجارة في جميع مجالاتك، تكون أنت من أكثر الناس حفاظا على الصف الأول، بصح ما تحافظش على الأمانة. أكبر رهان الصف الأول، واقع نعيشه. نجحت في علاقتك مع الله، وفشلت في علاقتك مع العباد، وهذا هو حديث المفلس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان كي ندخلوا لحياته نلقاوه أنه قدوة في جميع المجالات، جميع المجالات تاع الحياة. ولذلك من خصائص السيرة النبوية، قبل ما ندخلوا في الموضوع، خصائص السيرة النبوية من خصائصها الوضوح، أنها واضحة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان، شو الضيق لك؟ علاش الضيق لك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح لنا حياته. علاش فتح لنا حياته؟ لماذا؟ فتح لنا حياته باش نقتديو به، ماشي حياته كاع يديك مفتوحة لينا وحنا ما نعرفو والو. أدق التفاصيل، كم كانت للنبي صلى الله عليه وسلم من شعرة في لحيته؟ شحال كانت عنده؟ 14 شعرة بيضاء، كانت عنده 14 شعرة بيضاء في اللحية ديالو. هذا من أدق التفاصيل في حياته. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى حتى بحياته الحميمية. احكي لنا كيف كان زوجته، كيف كان يغتسل هو وزوجته، يغتسل هو والزوجة ديالو، كيف كان يغتسل من الجنابة، كيف كان يتعامل مع زوجته داخل البيت. وحنا زعما غيورين، طار تليفون زعما يدير شفا غير على النيميرو، يقول لك يسرقوه لي، عيطوا لها غير يسرقوها لك.
علاش غيور؟ تعرف أدق التفاصيل، تصلي معه 21 سنة والله ما تعرف وش يخدم، ما تعرفش وش يخدم حقيقة. ما منا من أحد إلا عنده جانب غامض في حياته، عنده أمور داخلية في حياته لا يريد أن يعرفها أحد منا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان واضحا في حياته، فتح حياته لنا في جميع المجالات. الأمر الثاني من خصائص السيرة النبوية، وهذا الذي يفتقده العظماء والزعماء، هي المصداقية، لا كريديبيليتي، مصداقية. معناتها النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، قدوة وين تروح الفوق. كاين واحد المؤلف مؤرخ أمريكي واسمه مايكل هارت، ألف كتاب سماه العظماء المئة أو الخالدون المئة. هذا الكتاب هذا الذي أثار ضجة في العام وبيعت منه الملايين من النسخ، هذا الكتاب هذا دلوا مقاييس، دلوا معايير باش نخرجوا الأولاني. قال لك المعايير يجيبوا هذا المعايير تاع الأولاني، يجب أن يكون ناجحا في الجانب الديني والدنيوي والروحاني والجانب المادي والجانب الاجتماعي والجانب الفردي والجانب الحياتي والجانب الزوجي والجانب الأبوي والجانب التجاري والجانب الحكومة وجانب السلطة. ففرضت عليه السيرة النبوية وفرضت عليه شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، رغم أنه هو مسيحي ومتعصب للمسيحية ومات مسيحيا، فرض عليه أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو أول مرتبة، أول واحد رتبة في الكتاب هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه نجح في جميع المجالات. وقد شهد بهذا الأعداء قبل الأصدقاء، شهد بهذا الأعداء قبل الأصدقاء. هذا دكتور نمساوي شبراك هول هذا يقول أن محمداً هو الإنسان الذي ينبغي على البشرية أن تفتخر لأنه ينتمي إليها. يعني يجب البشرية تفرح كي محمد صلى الله عليه وسلم مشنو من البشر، مفخرة لينا حنايا لما محمد صلى الله عليه وسلم من البشر. ولذلك يا إخوان كي ندخلوا في حياة الزعماء، غاندي، تعرفوه غاندي تاع الهند، كان يعني عنوان السلام والرحمة وغير ذلك، كان عنصريا، ما كانش يحب السود الأفارقة، وكان قاسيا على النساء. أفلاطون الذي كان رمز الفلسفة يقال أنه كان شاذا ومثليا، الذي ألف كتاب دعي القلق وابدأ الحياة مات منتحرا. فرويد كان يعيش نوبات من الاكتئاب، يعني تلقى ثغرات. أما محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن نفتخر به، نفتخر به، أن نفعل هذه القدوة على أبنائنا وشبابنا وفي حياتنا. أيضا أنه من خصائص السيرة النبوية، أني نعيط شيخ مليحة، من خصائص السيرة النبوية أيضا الشمولية. حنا النبي صلى الله عليه وسلم شمل جميع الحياة، ما كانش هذاك العابد قال بودا، دوك اللي يتبعوا بودا، بودا في المعبد وراهو يتبع ويجوا بودا بودا، والروحانيات والسلام والتأمل وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في جميع المجالات. غدوة كاين غزوة تلقى محمد صلى الله عليه وسلم هو الأولاني. بل كان الصحابة قال كان إذا حمي الوطيس كنا نحتمي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلقى في التجارة، في التعامل، في السياسة، في 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 العبادة، في 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 الاتزان النفسي، في تعامله مع الأطفال، في تعامله مع زوجته، مع جيرانه، مع في جميع المجالات. السؤال أيضا الأخير، أين هو محمد من حياتك صلى الله عليه وسلم؟ نعطيك الآن مصحف، أقرأ لي المصحف تكمل، صلي، يبدأ تصلي، تعرف تصلي؟ ما تعرفش، لماذا؟ لأن صفة الصلاة أخذناها من عندي، من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. تعرف تصوم؟ ما تعرفش تصوم. تعرف تزكي؟ ما تعرفش تزكي. تعرف تحج؟ ما تعرفش تحج. ولذلك بارك الله فيك، عادل أنا أو هذا لا خلاص، بارك الله فيك، هذا خلاص خليك.
نفرض ديالو ولا هذا كاين هذا معليش فالذي قال لماذا حصرنا شوف لماذا حصرنا اقتداءنا بالنبي صلى الله عليه وسلم غير في المجال العبادي صلوا كما رايتموني يصلي والاشكال يا اخوان حتى الصلاه ما نش نصلوا كما هو بارك الله فيك شيخ حتى الصلاه نسقسيكم سؤال انت تصلي كما النبي صلى الله عليه وسلم ادق التفاصيل في الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم وصفها لنا كيفاش ترفد يدك ترفد لهنا ولا هنا ولا ترفد هكذايا وين تحط هنا ولا تحط في كرشك وبعد كي ترفد وبعد واش تقول هذا الامر نتاك ديرو خمس مرات في اللفلاف في اليوم مده 30 سنه وانت تصلي مده 40 سنه انا الاول انه توقفوا يا انسان انت كيفاش راك تصلي ميمونه تعرف ربي ربي يعرف ميمونه هكذا شي حاجه علاش الانسان يطور روحه في التراهم في التجاره قضيه ودي لازم تكون اجور تعرف صف كيفاش دوره شحال وطالع هابط لا بورس تبع كل حاجه نتبعوها كي تنحط انت الجانب الديني الان نلقاو روحنا باللي انا قلبي بيض بداو نهضروا غير على القلوب كاين واقع الان يفرض نفسه فعلينا ان نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فالذي قال لك صلوا كما رايتموني اصلي ايضا يجب أن نفهم أيضا أن نقتدي به ونقول في أنفسنا عاملوا أزواجكم كما كنت أعامل أزواجي عاملوا أبناءكم كما كنت أعامل أبنائي عاملوا جيرانكم كما كنت أعامل جيراني هذا هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم رح نروحوا من هذه الدنيا وما زال ما عرفناش هذا النبي صلى الله عليه وسلم يا رب احشرني مع نبي يا ربي مع من مع من أنت تشتاق إلى من لا تعرف فالأسرة بين زمن النبي صلى الله عليه وسلم وواقعنا المعاصر هيا ندخل دك إلى جانب صغير من جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه ونشوف احنا كيفاش مع أزواجنا ولازم نفهموا بلي احنا نحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم ما راحش نحكوا على الشخصية تاعي ولا زعما انا كاش عامل احنا نحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم لعل الكثير منكم ما يعجبوش الحال كاين حوايج ما يعجبوش ما يتوافقوش مع كيما احنا نضلع كما احنا عاملين هذه احنا عاملين هذه غير حطها عندك واسمع النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان اول امر في خصائص اسرة النبي صلى الله عليه وسلم هي البساطة ما معنى البساطة البساطة هي وسط بين التكلف واللامبالاة تكلف واللامبالاة ان تكلف روحك او لا تبالي ما على بالكش بالدنيا هي تلك البساطة هذه البساطة قبل ما ندخل في الأسرة نحكو على شخصية محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان بسيطا كان بسيط النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت بسيط؟ هل أنت سامبل ساهل؟ المؤمن سهل لين هذا هو الذي وصف أهل الجنة أن يكون سهل لين سهل المؤمن ماشي صعيب ماشي كومبليكي ماشي معقد شي حقودي يقعد شايد الحكايات ويقعد هكذا يراجع فيهم هذوك الحكايات مش ما ينساهمش لا لا سهل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله دخل رجل حكم جمل ربطه ثم عقله وربط الله ثم قال لهم وهذا الحديث يعجبني بزاف شيخ حمزة لأنه فيه واحد اللمسة نفسية أيكم محمد فقال ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل إني سائلك فمشدد عليك إلى آخر الحديث والحديث ورواه البخاري دخل الرجل للمسجد يا إخوان افهموا الصورة اللي حب اللحقها باش ننطلقوا من البساطة قال لهم أيكم محمد وش معناتها من شدة بساطة النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في وسط الغاشي عادي حتى ما عرفوش سيد ما عرفوش وراه النبي صلى الله عليه وسلم ماشي كان لابس لبسة زعما هكذايا
انا نقعد كاين الناس زعما تجريح زعما تحوس زعما كراهيه الكشف بلاصه لو كان ما يركبش في لافو ما يجيش العرس ما تعيطلوش 10 ايام قبل ما يجيكش علاش خليتني مع الاخر ولوك والتعقيدات هذه التعقيدات نعم انسقانات نسا هما اللي ورطونا هذه العقد هذو ما دوك نطيح عليهم مليح اليوم ونزهيهم ماشي نطيح عليهم بك المره بالك تشوف الفيديو ولا انا خلينا شوي قدام شيخ اسمح لي برك ماشي 20 اي نقصه هذه اه هي خلاص معليش اليوم والله غنشدوكم شويه. البساطة أولا في تكوين الأسرة. عن سهل بن سعد الساعدي قال أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوجها، فقال له رجل، يعني كان رجل من الصحابة ثم، فقال له يا رسول الله زوجنيها. فقال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، إلى آخر الحديث، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا معك من القرآن؟ فقال معي سورة كذا وكذا لسور يعددها. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أملكناكها، يعني زوجناكها بما معك من القرآن. الحديث رواه البخاري. صحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله زوجنيها، زوج لي هذه المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل معك شيء؟ قال له ما عندي والو. قال له التمس ولو خاتما من حديد. اكرو نيميرويت ولا ديس سيد زوج وما عندوش ديكرو سهلة بولون فلاسي. قالوا زوجتكها بما معك من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم التقى بعبد الرحمن بن عوف فوجد عليه صفرة، شو تقدر حنا زعفران زعما كيما حنا هذا الوقت واحد يتزوج تلقى عنده البرية تعرف بلي يتزوج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجت يا رسول الله؟ قال على ما أمهرتها؟ قال نواة من ذهب، يعني مد لها نواة من ذهب. ما قالوش كيفاش مد لها نواة من ذهب، لما موت مد لها حاجة هذه نواة من ذهب وخاتم من حديد. التكلف شتوفوا البساطة، هذا هو البساطة. معنتها النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش على وفق الحالة التي يكون عليها المرأة والحالة التي يكون عليها هو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أولم بوليمة فيها اللحم والخبز ودامت لأيام، كما في وليمة زينب التي كان الصحابة يأكلون وكان يدعون إليها الناس. وأولم النبي صلى الله عليه وسلم بوليمة لا خبز فيها ولا لحم، إنما هو سمن وآقط، شوف حاجة بسيطة. وش معناتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم حب يفهمنا بلي عيش حياتك، راك حاب حاجة ديرها على واش راك عايش، ما تعيش للناس. ولذلك الآن دوك يتخلعوا لي سيليباتير مساكن، شوف المنطلق باش أنت تكون أسرة، الشوفة حق الشوفة، ومن بعد المهيبة، ومن بعد الخطبة، ومن بعد لابارير، ومن بعد هذيك تجيب لها كبش بوكرون مع البصل واللفت والعسل والكرافس، وبعد الزواج وبعد الصالة، وبعد مور الصالة عندك أسبوع، وبعد أسبوع كاين الربعين وكاين واحد التقاليد. وين رايحة الحكاية؟ المشكلة ماهيش في هذا، رانا نحاربوا حنا في التقاليد، بصح كيولوا التقاليد هما اللي يتحكموا فينا. إنسان راح شاف وحدة، يعني من القصص راح شاف وحدة عجباته ما شاء الله فرح وليت فاميليا عاقل، ومن بعد كي خرج قدام من بعد قالوا له لا لا ماناش قابلين. علاش؟ ما على بالوش مسكين باللي كيشوف لازم يمد. هو كان شافها البرا قال كي جالي قلت له سمحت خلص باركينج، طلعت من البارح شفتها برا باطل الصباح 400,000 كيف كيف تسمع راهي داخله. فلما يولي هذا هو الاصل، يعني هذا هو الاصل، انه يعني حتى انه في واحد المجلس كنت مع ناس ثقه، يعني قال لي واحد المنطقه في الصحراء، قال لي حضرت واحد الفاتحه، الامام تاع الفاتحه بداو يعددوا يعني الشروط، ومن بعد قال لهم الصوف، قال لهم لا مديت لها الصوف، قال لهم مديت ما مديت لهاش الصوف، قال لي ما لا والله ما ندير الفاتحه حتى تمد لها الصوف.
تصور لما يولي العرف هو الذي يتحكم فينا. ولذلك الآن أنت الآن قادر تدير وليمة 20 مليون، دير وليمة 20 مليون، قدرت أنت وربي قدرك ولا بأس بك درت وليمة 100 مليون، دير وليمة 100 مليون، بصح ما ديرش وليمة 100 مليون وانت عندك غير 20 مليون ودير ديونات وبعد الناس واش تقول ونسا يزيدوا يكبروا لك ولالا وبنتنا وعندنا وحده وهذا العرس الاول وتزيد تطلع تطلع. والله يا اخوان كاين ناس طلقوا على جنب الديونات تاع العرس، تزوج وبعد دخل في الديونات وبعد الناس ولات تعيط له وتطبطب له وبعد قال لها ما ربحتش عليك ملي دخلتي انت الدار وانا راني في المشاكل، وبعد دخلوا في مشاكل وتلقوا تلقوا. لو كان تزوج ببساطه كان يمشي العرس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دار وليمة بدون خبز ولا لحم. تقدر دير انت وليمة بالعدس، عدس وشلاطه تقدر؟ ما نقدروش. ما واحد ما يقول لي نقدر، ما تقدرش. وتقعد تستنى حتى باباها يقول لك ما نقدرش ومع يتفارقوا. كاين ناس ربما المده هذه التي اطالت حياته ثم تطول المده فيتوقف الله العلاقة. ولذلك نحاول أن نبسطوا الآباء هذو ما كيجي تبسطش. إذا جاك إنسان ما شاء الله وتشوف بلي هذا يهني بنتك بسط الأمور، ما تقولهاش نمدها باطل. شغل كاين أفكار ورثناها خلتنا كيما نقول لك حنا حتى وكان أنا مرتاح. شفت إنسان زعما شكون مرتاح زعما واحد يحب نسيبه بصح ما تقدرش، لا لازم ما تضحكش معاه. علاش؟ سهلوا، لازم تكون عندنا البساطة في تعاملنا مع حياتنا الزوجية وبناء الأسرة. بناء الأسرة، ابني الأسرة ديالك ببساطة. ونريد أن نختصر الآن حتى نتكلم عن جميع الأمور. أو ثانيا البساطة في تسيير الأسرة، كيفاش تسير أنت الأسرة ديالك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود. مجهود مع كلمة الجوع. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق، قالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء. ثم أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك، يعني والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. فقال للضيف ما عندنا إلا الماء. قال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية هل عندك شيء؟ فقالت لا إلا قوت صبياني، عندي غير الماكلة تاع الدراري. اسمح لي اسمح لنا أخونا الله غالب، عندنا غير الماكلة تاع الدراري. يا عاود روح، هذا هو المنطق اللي نقدروا نفكروا به. شوفوا اللمسات، هذا هو القدوة اللي نحبين ندخلوا. هذو هما الدراما. شو دراما؟ تحب تخدم دراما خدم صورة هكذا، يا ميكي أي حاجة فيها هاد المواقف. فقال علليهم بشيء، شغليهم حاجة، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، رقديهم. وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج، طفي الكنكي هذاك طفيه كي يكونوا حنا ناكلوا، وأليه أننا نأكل، بيني له بلي رانا ناكلوا. شكون اللي حطوا وحنا رانا المغرف؟ أنا ندير هكذا قرق زعما شكون ندير الصوت، بصح واحد ما راهو ياكل لا هو لا هي لا حتى واحد. شكون راهو ياكل برك؟ شكون غير الضيف باش يشبع ضيف رسول الله. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين، طاويين معناتها رقدوا ميتين بالشر. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. الحديث متفق عليه. شفتوا لا؟ أرأيتم البساطة في تسيير الأسرة؟ بساطة. جاء وش عندنا غير الماء، قلتها من قبيل، والله غير ما كان حتى واحد فيكم دوك في دارو عنده غير الماء. الماء ما فيش زعما غير الماء ما كانش، تلقى خب مقارن تلقى حاجه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارو كان غير الماء، وعنده شحال من مراه، وكاع عيط لهم كاع قالوا له عندنا غير الماء. قالوا شي تبهديله وخلاص عندنا غير الماء. هذاك الصحابي لما ذهب الى لما خذ المبادرة وقالوا أنا يا رسول الله ما خافش من المرأة ديالو،
ويضر المرأة واش تقول؟ قالوا اسمعي ولكين واحد الضيف نجيبه مهبول انت يا وين تقدر نعمل دوك هايدا على عيش آية تقول والله غير تجي معايا دوك تقدروش ما نقدروش انا ما نقدرش اذا ما قدرت قل لي ما نقدرش لازم بروتوكولات وتعقيدات انقطعت به العلاقات انقطعت العلاقات شكون في بعض الأحيان في رمضان كنت ندير دروس هكذا ونقول لهم شكون عرض في رمضان شكون تكون فيكم عرض هاي عندكم ليتس علاضية البارتيسيباتي البيا البيبي سيد هاي روح ودارك وحدك كيف كانوا تضيق زوج بيوت وجيران قاعد يدخلوا هم الآباء تاعنا هم لك شيوخ البركة ديالنا كاش ناضو تنوض انت تلقى جارك ياكل عند هذاك ياكل من وبالبساطة بطاطا سطحة ما فيهاش اللحم والو غير البساطة تاكل توكل اما الان دوك شوف عايشين كل واحد وحده خوك ماشي ما يعرفش دارك اختك ما تعرضهاش لانه علاش بروتوكولات وتعقيدات وكذا ورانا تحت السلام عليكم توفي يا اخو يبدا يبكي يا يما اختي ولذلك انقذوا انفسكم خلونا نتحرر من هذه العقد من هذه الضوابط التي فعلناها لأنفسنا ولنكن بسطاء البساطة ثالثا البساطة في تحويل الأزمات عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا دخل عند الزوجة ديالو عائشة رضي الله عنها قال هل عندك شيء كاين حاجة ناكلوها قالت له لا فإني صائم ثم دخل مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة فقالت ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيسن يعني طعام هكذا فقالت أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل والحديث صحيح في صحيح مسلم بساطة في تحويل الأزمات إلى الآن الكثير من الآن تدخل الدار وتلقاه مقلق لماذا؟ لأن المعايير تاعو لأن المعايير مرتفعة تليكومود لازم هنا والبليغة هنا ولازم العشاء على قد شيء أذن وعشرين من صلوا ثمانية ثمانية كي يدخل على ثمانية في رأسه باللي غير يدخل يلقى الطابلة واجدة والمرأة لازم تقطع الخبز بالموس ونسى تقطعته بيدها قال رانا في سركة جينا وبدأ يضرب وبعد يقلب الطابلة نسات يعني مشاكل يجي لك بنادم يقول لك تلقت على جل عدس مسوس دارت هولي مسوس قلت له انت بلا عدس تلق تدلس تلق بالكلوفات سبادون تلق بلا عدس ما العدس بالكافيار يقعد عدس انت بلا عدس لذلك ساعة الإنسان يتحامق انت عدس ولذلك لماذا نعظم معايير طالعين ذلك يجيك إنسان يقول كان عندي القلق ومتقلق في الدار بزاف لماذا؟ لأنه أنت إنسان أكعايش درت معايير لنفسك وتطلع وتقولي هذه المعايير تعظمهم وعندك تعقيدات في كل شيء فتشعر بالاستحقاق أنت الآن تشعر بالاستحقاق أنه عندك حق لازم تديه حتى في المسجد في المسجد تدخل أنت بدار تصلي هنا تدخل تلقى واحد صلى لك هنا راح المغرب علاش تحس بلي ذلك بلاصتك وتاعي هذه البلاصه شكون اللي قالك بلي تاعك شكون اللي قالك بلي لازم انت كل يوم 8 لازم المراه تكون واجده يصراو امور غير يعني غير محتمل امور طارئه عادي ولذلك لما انت تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتدخل وتعرف بلي النبي صلى الله عليه وسلم الاصل يا اخواني الاصل لو كان حبوا نخمو بالفكر الدنيوي انسان صباح ربي قال لمرتو كاين ما كان تقول له ما كانش واش يدير اسمحوا لي على الكلمة رانا في مقام لا يصلح أن نقول هذه الكلمة إنا فيجي يروح يبدأ يحوس كيفاش نسلك خاطرنا إلى الصباح ما كاش الماكلة نزيد نصوم أنا وعلى المغرب لو كان ما كاش الماكلة على المغرب كاش ندير حصلة ثم لازم من الصباح نبدأ نحوس النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الله ما كاش الماكلة دو إذا فإني صائم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم كلا على المغرب كلا على المغرب وش كلا على المغرب ببساطة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قال وما أكلكم قالت الأسودان التمر والماء تمر والماء تمر والماء تمر والماء تمر والماء دوك نعاودها لكم 60 مرة وشحال وتتقلقوا انتم نقول لك لا هذه كان ياكلها النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك انت الآن لما يولي الإنسان سعادته في بطنه
ولذلك يملي في الرحمة الزيت. زيت 5 لترات لقيتها وفرحان نهار كامل فرحان. حليب عطاني بزاف قال لي انت تصلي معانا ادي 10 وما فرحان ب10 شكاير حليب. لذلك وما تغير تلقاهم خسروا يزيد يطيح لك المورال خاطر تفسد خسر لك الحليب. ولذلك انا عايشين ببطننا لازم نطلعوا المستوى. خليوا الغضب ديالنا عزيز، اجعل غضبك عزيزا، خلي القلق ديالك وزعفك عزيز. ازعف على حاجة، ازعف على معصية، ازعف على مبادئ، اما طابت ما طابت شكلات نجوز نمشي الامور. ولذلك الاسرة ديالي تنمى وتكبر ونرفع المستوى الاسري. ايضا رابعا الغيرة. عن انس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع غيرة النساء، وانا خيرت هذا الموضوع للناس اللي مزوج في دارهم مع يماه وزوجه وثلاثه ماشي مزوجين. عم بدأوا يتنفسوا مثلا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض النساء وهي عائشة رضي الله عنها، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت عائشة رضي الله عنها ضربت الصحفة. النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه، عائشة رضي الله عنها يعني كان في دور عائشة زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بعثت شغل صحفة جفنة تاع طعام فيها الأكل، شدها الخادم. عائشة رضي الله عنها غارت وش دارت؟ ضربت الصحفة هذيك طيحتها في الأرض وتقسمت على زوج، فانفلقت. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند الذي في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت وهي عائشة رضي الله عنها. والحديث رواه البخاري. مشكل عائلي تقدر أنت تعيشه، وكيفاش أنت تتعامل معه؟ نتعامل معها بعقليتنا، ولذلك عندنا مشاكل. خلينا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد يتعامل كيما ناض، كيفاش عامل، المقلق يتعامل مقلق، الكارم يتعامل كارم، كل واحد كيفاش. ولذلك ما الذي يرضاه الله عنك عز وجل في هذا الموقف، في مثل هذه المواقف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع ربه، موقف الذي نظهر فيه الرجولة. انت جيش الصحفة مرته ضربت له الصحفة طيحت على زوج، يا بهدلتني قدام صحابي وش يقولوا؟ صافي نبدا بقر هذا انت يا انا يا بالك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع ربه، على باله بلي الغيره وحدات غير من الاخرى. فهذا الموقف الذي فعلته عائشه كان بسبب الغيره، غيره النساء. فهذا الموقف موقف تاع رجول، النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا موقف تاع ضحك. غارت امكم، وباش احتراما لنفسيتها، على باله بلي مقلقه، ما قالهاش رفدي انت دوك الماكله، على باله بلي حزيدونها. قالها هو الذي كان يحمل الصحفه والطعام، ولكن الموقف الشرعي ما هو؟ انه الصحفه جديده تاعها. قالوا حبس الخادم واعطاه الصحفه الجديده لعائشه رضي الله عنها، لانه علاش؟ هذا موقف شرعي، كسرتيه عمدا، اذا تغرمي تضمني انت الصحفه. وهذا موقف قد مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مشكلة زوجية لعلاج لها، تلاقوا مشاكل وعيط لدارهم. لذلك الآن هذا ندخل الآن إلى حياتنا اليومية، نعود نقول الواقع، وهذا هو درسنا، حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونقول الواقع. واقعنا الآن، تزوجت أنت في داركم، تزوجت أنا مع يما وأختي واني في الدار، وعلاش عندنا هذا شغل مثلث برميدا، عجوزة لوسة عروسة والراجل في الوسط، لو تريوم دو بيرميد او في الوسط، واه هو الكبير. شكون تخاف؟ لماذا؟ ما هو السبب في ذلك؟ الكثير من المشاكل قد تبنى على الغيره، وكثير منها ربما يكون الرجل هو السبب في ذلك. راجل تزوج انت يا مع داركم، وبعد يخرج يتعشى بصحتك، روح تعشى، وبعد يبدا يدير في ستوري بيتزا ميغا هكذا كبيره، ودارهم طيبوا البركوكس، وبعد يدخل يضحك باينه بلي حيزعفوا عليك. وإلا في واحد الموقف تزوج شهرين من بعد شلا ماشينا لابي،
وبعد طلع حال الدار ومقيم مهم شنفة مقلقة. بعد جاء قال لي الشيخ، قلت له نسقسيك المشينة الذي اخترعوها شهرين مرة عرسك، طلعت كلفها مامور العرس دي بشهرين رحت شني دا مشينة الله ايش ليها من قبل كيف اشي امك؟ انا كنت جيت امك نزعب، قلت له امك 30 سنة فوق البوطاجي تغسل بالبصاب والحجرة، كي تتزوج انت شهرين موراها تروح زعما تشري مشينة الله في باش تنقص. ايه تنقص دوك تنقص. ولذلك في بعض احيان الانسان لا يعرف كيف يسير هذه الامور، فعلينا ان نزيل هذه التراكمات. هذه التراكمات اللي تخلي المراه زعما العروسه جايه تقول لك اللوسه سوسه مادام النساء راهم يسمعوا، صافي تصور بلي المراه جايه في بالها العروسه هي تفكر بلي اللوسه سوسه والعجوزه مسمومه، وبعد العجوزه تقول لك هذه انا عصروها مع الاول، انا في الحرب هنايا يعني. في الحرب علاش؟ لماذا لا نبسط حياتنا ونعيش ببساطه؟ حتى انت كي تدخل وتلقى امور مبنيه على غيره الام، الام هذه اللي كانت تشوف وليدها زعما تاعها، وبعد جات وحده حبت تشاركها فيه، فانت تفهم باللي هذه التصرفات تبنى على الحب. تخلى ما تقلقش، قال غارت امكم غارت امكم، وتتخطى انت الكثير من العقبات التي تظنها مشاكل، وهي والله ليست بمشاكل. خامسا حسن العشره. هذه حسن العشرة لازم نفهموها مليح. لماذا؟ دوك نقول لكم علاش نفهموها مليح. سئلت عائشة رضي الله عنها قالت ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في أهله؟ قالت كانت يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. حديث في صحيح الأدب والمفرد. وفي مسند الإمام أحمد قالت كان يخدم نفسه ويحلب شاته ويرقع ثوبه ويخصف نعله، وكان إذا حضرت الصلاة خرج إليها دون تأخير. الآن يا إخوان أنا حابين نفهموا واحد المفهوم، هو مفهوم الرجولة، هذا اللي لازم نفهموه. قد مشكلتنا في الكثير من المفاهيم إن صح التعبير المشوهة، المعتقدات المشوهة. الآن لما احنا بيننا وبينكم النصوص، لما انت تعرف بلي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو رئيس تاع دولة وحاكم وعنده مشاكل مع اليهود والكفار وضغط كبير، سقسوا عائشة هي زوجته قال لها كيف النبي صلى الله عليه وسلم في البيت؟ قالت كان في مهنة أهله، كان يعاون يخصف لعنه يحلب شاته يغسل يخيط ثوبه يخيط حوايجه يعاون المرأة ديالو. انت طلع صاحبك خرج لك بالطابلية قال لك عدولي زوج طباسة، بارك الله فيك خلاص نحيلت ونميرو بلوكيه، ما نقدرش نزيد ندور مع عباد كيما هادو. علاش؟ عندنا واحد المركب انه تعاون المرأة ماشي راجل، المرأة تعطيها صبعك واش نكملوا لي شوية تاكل لك يدك، ضحكها نهار وبكيها شهر، كي تقول لك اديني الضامه ما تديهاش ما تولفلهاش اديها انت يا برايك. شوف هاد الدراري صغار، تصور بلي حنا زعما هذا وليدي وحيد يتزوج ونقول له بالك بالك تقول لها ايه، طول لها لا 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 لا، وهو حب يقول ايه باش يقول لك بابا قال لي لا لا، هو يتعذب هو حب يقول ايه، شكون ما كاش مشكل باش يقول ايه. أرأيتم هذه المركبات هذه لازم نفهموا بلي عندنا قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نفهم في المفاهيم. قد يقول أحدنا الآن يقول لك واش الشيخ دوك تحت اكشوال تهضر بلي زعما ندخلوا نعاونوا، ماهوش هذا هو الباب اللي نحب نتكلم عليه. أني حاب برك أنت تتحرر من مفهوم الرجولة، معناتها إذا مرتك هاك تمشي وقالت لك المرأة قاعدة ولا عيانة وقالت لك جيب لي كاسمة، انت كحاب تجيب لها كاسمه، بصح الا كنت تشوف باللي كي نجيب لها كاسمه انا ماشي راجل اك غلط، تدخل الجنه بالكاسمه هذايا، ولك في ذلك اجر، ولك في ذلك اجر. ولذلك هذه المفاهيم التي اذهبت الراحه والاريحيه في حياتنا في سعادتنا الزوجيه. تلقى الراجل مع مرته هم قاعدين يشوفوه في التلفاز، وبعد يشوف الاكتور زعما ويقلي في البيض والمراه قاعده هكذا، ومن بعد هو داخل راسه ويقول
شو لابيل في معيشين وهي تقول لابيل في معيشين وهو يشوف فيها وتشوف فيها تقول فيه كوبوي تقول حي ضربوا على وانت ماكش قادر تقلي البيت. حتى الناس اللي راهي ديالها هكذا تديرها اقتداء بالغرب، اقتدي بنبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الذي كان يعين زوجته في الليل وفي الصباح يروح يجهد مع اليهود مع الكفار مع قريش مع مشاكل كبار كان يواجههم وكل حاجة في المكان ديالها. ولذلك الآن في حياتنا اليومية شوف هذا المركب، نعطيكم هذا المركب كنت تكلمت عليه مرة في إذاعة القرآن، قلت لهم أن الإنسان فرضا خوك، فرضا خوك ما يكونش الباذنجان معروف، تزوج بعد 3 شهور 4 شهور جاء الدار لقيته ياكل باذنجان، راح خوك رحت لقيته قال لي ودي داتو ولا غير داتو، قلت لك ما خلاص خويا ربي يرحمه علاش بالباذنجان، تما راحت له الرجوله ديالو بالباذنجان حكايتها ولا ياكل باذنجان، مرتو تعرف طيب باذنجان خير ما يمهرش فيها. ولذلك تلقاه مسكين احنا ما نضناش هكذا ما نقدروش هكذا، وانت ويصرى صراع صراع تاع اجيال صراع تاع افكار المرحبة ديال الراجل، ما جيناش للحرب احنا جينا نبني اسره ونكونوا اولاد ونعيشوا المكتوب تاعنا كما يقولوا ابائنا، تعيش المكتوب ديالك باريحيه ويرضى الله عز وجل عنك. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنانير ثلاثه، دينار تنفقه على يتيم ودينار تنفقه على مسكين ودينار تنفقه على اهلك، وافضل الدنانير دينار تنفقه على اهلك. انت ايش الدينار انت تشري فريزه دوكا تلقى من الاخر تشريها تنوي باش نفرح انا ولادي ومرتي، عندك اجر ولك في ذلك اجر. ولذلك لما الانسان يكون يمشي بهذه المفاهيم يلقى روحه باللي معايير الرجوله في حياته لا تبنى على تلك المظهريه، على انه تعيط وتضرب. اذا 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 ولينا في الرجوله، الرجوله يا اخوان الراجل هذا أعطاك بنته أمانة ربها شحال ويربي فيها وعطاها لك، كي أنت تديها له وتضربها لأتفه الأسباب هذه رجولة؟ ماهيش رجولة، ليست من الرجولة. إذا الرجولة أن تحافظ على الأمانة وأن صعجتني صعيبة سادسا على بالك صعجتني صعيبة ما عليش نقولها وخلاص هبطوا راسكم الثقة. الحب ليك الحب يعني كي يبدأ يهبط راسه. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال من الرجال؟ قال أبوها. حديث في صحيح ابن ماجه. انظروا إلى بساطة النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع الذي كان يأيد المرأة، يعني الطفلة المولودة كانوا يأيدونها يدفنوها، انظروا إلى تلك البساطة وإلى ذلك التعبير وإلى تلك الصراحة. الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه يقول يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال لا لا من الرجال، قال أبوها، مشي من يقول أبو بكر الصديق زاد قال لك باباها. ف نحتاج إلى التعبير يا إخوان، ما نعبروش والله غير بالك نتوقف في هذه النقطة يا إخوان راح نشرحها لكم مليح. أنقذوا مشاعركم، المشاعر يا إخوان المشاعر تنقسم إلى قسمين، العاطفة وإلى التعبير، عندها مركبين فيها العاطفة وفيها مركب التعبير. إحنا الآن عندنا العاطفة بصح التعبير لاكوندويت تاع التعبير فيها الكالكار تقتل طق طق والو ما كانش من خرجوش ما نعبروش لا نعبر حتى لأبائنا باباك إماك، والله ما رأيت تقبيل الرأس والقدمين بأكثر ما رأيته في الفلامور في المغسالة، يجي بنادم يبدأ يبوس فرأس إما يا إما وبعد غير يموت يبدأ يبكي. روحوا الفيسبوك أحكم ادخلوا صفحات فيسبوك والله غير تلقى أبي الغالي الذي لا أنساه رحمه الله أمي رحمها الله زوج اللي تلقاه يعبر عن المشاعر عرف بلي مات. ولذلك أصبحت مشاعرنا تخرج وين؟ في المستشفيات والجنائز بعد فوات الأوان، بعد فوات الأوان شوف الناس اللي ماتوا باباه ولا يمه، قل له دوك نرجع لك يمك وباباك، يدير حالة يبوسها يعنق يدير كل يقول لها كلش، لكن انظرك حاليا أنت الآن هل تعبر؟ هل تخرج ما في صدرك الآن من الحب في علاقتنا
في خطائنا تسامح، قال انا نطلب سمح، نقول سمح لي غلطت انا، نقول سمح لي، علاش راك مخليش وراح نعيشوا 2000 سنه؟ علاش راك مخلي باباك راح يروح وانت عمرك لبست له راسه؟ علاش ما والفناش ما نضناش هكذا؟ كان واحد الطفل مره دخل للمستشفى، داروا له الجبس، داروا له البلاط، ريح شهر وجير الفاميليا يزوروه، الجيران الناس قاعد تحبوه، لما جاء الطبيب باش ينحيلو البلاط بدا يبكي، قال له ما تنحيهوليش تعاود ترجعني كيما كنت بكري، نقعد بالبلاط نعيش انا بالبلاط، خرجنا المشاعر، خرجوا المشاعر بالبلاط. ولذلك الان الان اللي عنده والديه اللي عنده في حياته، هذاك من قوه، تسمحوا لي نكون اكثر صراحه، يعني من قوه الشغل ولينا نحشمو، انا حشمه نقول الزوجه ديالك زعما نقول لك نحبها، يقدر يقطعوا لي عباد تحت ولا شي دقيقه غادي نحبها واش بيك. لذلك اخرجوا مشاعركم، خرجوا المشاعر مره واحده. قال اشركوا يعني ابنائكم في سلمكم كما تشركونهم في حربكم. ما انت شتكي انت يا احنا لماذا؟ لاننا نشغل تربينا، نقدر نقولوا احنا على العنف، وانا نهضر انا كمختص نفسي هذا المجال ديالي، عنف كبير انا نعيشوا فيه، كبت كبير انا نعيشوه. الانسان والله يملك القوه باش يقول لمرتو يا البقره كرمكم الله يا الحمار، عنده القوه يقول لك انا تخلقني يقولها لها. معليش قلت له مره واحد، قلت له كي تكون مليح والمراه دارت لك حاجه مليحه قولها يا الغزاله، يقع حيوانات يقولها يا الحمامه. وقال لي ما نقدرش، كيفاش بقره حمارة تقدر؟ بصح غزاله وحديقه الحيوانات ما تقدرش. شفت كيفاش مشكله؟ وتصور وانت تتربى ولادك يتربوا هكذا، يتربوا انه يتربى على كلام طيب، يتربى انه يقدر يسمع كلام انت تقوله لمرتك. فهذا الامر اصبحنا لا نرى المشاعر الا بعد فوات الاوان. سابعا انا اختصرت هذه المشكله تاع الحب، اختصرتها لانه كاينه وحده دوك اكثر منها، الرومانسيه. نحب سواق الشيخ. واحد مره واحد قال كنا مخلطين، قال كنت مع بابا تما، وكان قلت لي مع بابا ما يجي باش انا نحكيو، انا نقول احاديث خاطيني هنايا، قال لي كنا مخلطين وطيحتنا القدر. لا تدخل في الخلافات النسائيه. ولذلك الان اي نتكلموا، ربما درنا على صله الرحم واحد المره، هاي نتكلموا على صله الرحم، احكي لها راح احكي لها، هاي شكون شكون ما عندوش مشكل عائلي في الدار تاع ما يتهضروش؟ احكي لي المشكل وشنو؟ ما هناليش، ما عيطليش، ما جانيش، ما زارنيش، والله غير هادو هما المشاكل اني عايشهم، هادو هما المشاكل، ما قال ليش، ما عزانيش، ما داليش كادو مليح، ورانا غير نطلعوا دوك السيجيال الباك، كل حاجه راهي تمشي نتقاطع لاننا ندخلوا. احكم انت الراجل تاع زمان، نحكوا دوك معانا الراجل تاع زمان يجي لك يقول لك، تقول له اش ممكن تهضر مع اخوك؟ تما ماشي خاطر لا ديال كي عطاوني ما جاب لي سكور حجره وهي ماما يجيب لي العسل حره، حاجه من هذه تقاطع انت مع اخوك وما تهضرش معاه، يوم القيامة تدخل جهنم بسكر حجرة باش تدخل. لذلك الإنسان يطلع على مستوى، حكم مرتي تقول لك أختك يماك داركم وتبدأ تضارب وتقول لك عندي مشاكل، قولي جات مرتك قالت لك اسمع يقولوا لي ما تعرفش طيب، أنت جبت الحديث هذا قلت صح، عدم الدخول في الخلافات النسائية. عم يقولوا لك، أنا نقول لك روحي قولي لهم، قولي لهم سبحان رمضان يا اخي انا طيبت كليتو كاع عندي في رمضان، ها كيفاش كنتو تاكلوا في رمضان وتزيدوا؟ ومن بعد انا اللي خرجت كي نخرج ما نروحش عندي يما نقولها اسمعي كيفاش تقولوا لها انتم ما تعرفش طيب؟ تقول لك هاويصوني ارواحي ارواح هاويصوني الرباي. لذلك الانسان يقول لك عندنا مشاكل، فحسن اداره هذه الحياه الزوجيه. وهناك امور اخرى ان شاء الله تكون مناسبه، وكيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع بناته، كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أحفاده.